أعزائي المشاهدين، حتى ينعم سكان حي السبع دوخات في ضاحية السبع طوالع بمياه نظيفة غير ملوثة، تابعتم معنا أجوبة المسؤولين والتي لم تكن مقنعة بالمرة، ولابد أنكم تطرحون على أنفسكم السؤال الجوهري الذي لم نجد له الإجابة حتى الآن، والتي قد تشفي غليل أهالي الحي: أين الخلل ومن المسؤول الحقيقي عن هذا الإهمال؟ فمسؤول المياه ألقى باللائمة على مسؤول السياقات واتهمه بعدم تطبيق الشروط الفنية أثناء تمديد القساطل، ومسؤول السياقات ألقى باللائمة على المحافظة التي لم تضبط التوسع العشوائي للمساكن، ومسؤول المحافظة بدوره اتهم شركة القساطل المتحدة، وشركة قساطل ألقت باللوم على عمال مؤسسة مجاري الذين لم يراعوا شروط الفنية أثناء التركيب. أما عمال مؤسسة مجاري فقد ألقوا باللوم على سكان حي السبع دوخات، حيث اتهموهم بعدم التعاون والبخل، لأن أهالي الحي لم يقدموا للعمال الشاي والماء البارد أثناء العمل. لقد احترنا بأمر هذا النموذج من المسؤولين. على من تقع المسؤولية؟ لا أحد يعترف، الكل يتنصل والكل يتهرب، بل إن جميعهم يلجؤون إلى الإجابات الزئبقية والحلول التوفيقية. لا أحد يريد أن يتصرف، لا أحد يريد أن تسلط عليه الأضواء ويكون محط الأنظار والمساءلة. لا أحد يقر بالتقصير ولا يحب أن ينسب إليه خطأ ما، فكأن هؤلاء المسؤولين في مكاتبهم وخلف طاولاتهم معصومون، حيث لا عصمة إلا للأنبياء. لقد دخل في روعي هذا النموذج من المسؤولين بأن تكليف الحكومة لهم بهذه المناصب إنما هو تشريف لهم وخدمة لشخصياتهم الكريمة، ونسوا أن الحكومة قد وضعتهم في مناصبهم لكي يكونوا خداماً لهذا الشعب. وهكذا أعزائي المشاهدين، دخنا بسبب هذه المشكلة مع أهالي حي السبع دوخات ولم نتوصل إلى نتيجة، فأهالي الحي المذكور ما زالوا يعانون من تلوث المياه، ونحن بدورنا لم نتمكن من تحديد الجهة المسؤولة. علنا نحمل إليكم في الحلقة القادمة من برنامجكم صوت الناس الحل والنتيجة. من يدري؟ فإنه يحدث أحياناً أن تصحو الضمائر الهاجعة لهذا النموذج من المسؤولين فيعي مسؤولياته تماماً كما يعي قبض راتبه وإكرامياته وحوافزه. فإلى اللقاء. مرحبا هيام. أهلين نعيم. شلون لقيتيني الحلقة اليوم؟ حلوة، يعطيك العافية. شايف لهجتك بردة شوي. انت مالك ملاحظ انك تخنتها شوي؟ لا تخنتها ولا رفعتها، هيك طبيعة البرنامج. نعيم انت لازم تكون حذر اكتر من هيك، يعني احيانا عم تشط وتتمادى وتقول رأيك الشخصي بشكل مباشر. ايه، وشو الغلط بالموضوع؟ الغلط انك مفروض تنقل رأي المواطن ورأي المسؤول، مو رأيك الشخصي، وتترك الحكم والاستنتاج للناس مو إلك. انت صاير عم تعلق على آراء المسؤولين وتسخر منه، وهالشي مو لصالحك أبداً. ها، كل هالشي ما بهمني، أنا بهمني بالنهاية مصداقية البرنامج كيف ما كان يكون، وهالمصداقية هي اللي عم تخلي الناس تتابع البرنامج وتحكي فيه، وطالما أنا عم بحكي من وحي ضميري معناها ما لازم خاف أبداً. ما بعرف شو بدي قلك، المشكلة إنك عنيد وما بتعمل إلا يلي براسك. هلأ هيك رأيك فيني أنت؟ يا نعيم، أنت إنسان متزوج وصاحب عيلة، وإذا كان العزابي بيعد للعشرة فالمتزوج لازم يعد للمية. ليش أنا لقديش عم عد؟ أنا شايفة إنك ما عم تعد أبداً، وعم تتصرف باستهتار وطيش، وكأنه نحنا مو موجودين بحياتك. ولك يا روحي، إمتى بدك تقيمي هالأوهام من راسك بقى؟ صرت قايل لك ألف مرة إني ما بخطي خطوة واحدة قبل ما أعمل لها 100 حساب. بقى اطمني وريحي بالك، حطينا العشاء. بدك شي غير الليستة اللي معي؟ لا، بس لا تنسى تبرق على اللحم وتوصي على اللحمة. لا ولا يهمك، مالي نسيان. صحيح تذكرت، بدي كفوف للجلي وفيتامينات للزريعة. من عيوني، غيره في شي؟ لا سلامتك. تذكري؟ لا خلص، ماشي. يلا السلام عليكم. الله معك.
السلامة. السلام عليكم. أهلين وسهلين ومرحبتين. ميت أهلين أستاذ نعيم. شلونك الحمد لله والله. شو هالحل الحلوة اللي حطونا إياها امبارح؟ عجبتكم؟ عجبتنا وبس. إيه الله يجبر بخاطرك وياخذ بيدك فعلا، لأنك أنت صوت الناس المعترة والمظلومة. شكرا يا أبو فارس، هذا لطفك. بس وينك؟ خليك هيك، وقد ما فيك تقل العيار تقله، لا توفر حدا. أنت عمي عم تحكي على المصلحة العامة، وما حدا بيسترجي إلا تمحل الكحل بعينك. يا سيدي نحن بنعمل اللي بيمليه علينا واجبنا وضميرنا. ولك يسلم لي اللي خلقك. اسمح لي هنيك على شجاعتك وجرأتك، فعلا أنت نادر معدنك. لا نادر ولا غير نادر، ليش ما عم بعمل يعني؟ عم بحكي كلمة حق ليس إلا. ولك ينصر دينك على هالتواضع هاد. يا ريت كل الناس مثلك كان الدنيا بألف خير. بس وينك أستاذ؟ دخيل عينك. يا ريت هيك شي يوم تحكي لنا عن مشاكل اللحمة واللحامين، بركي هالمسؤولين بيطلعوا فينا شي شوي. حكي نحن عنا مشاكل كثيرة ها. إيه قسما بالله عنا مشاكل بينكتب عنها مجلدات وكتب. إيه ما في مهنة بتخلى من المشاكل أبو فارس. صحيح. إيه سيدي مرني. مثل العادة مفرومة بكبة. على عيني وراسي، 10 دقائق تكون عندك. ماشي الحال. مرحبا أستاذ نعيم. السلام عليكم. أهلين وسهلين، الله يسلم هالتم يا رب. والله إنك ابدعت. شو هالحلقة طلعت بالتلفزيون؟ فعلا عم تفشلنا قلبنا من جوا. والله كأنك عم تحكلنا على جرب عدم المؤاخذة. إيه لا ما وصلت لهون أنت التاني. إيه وصلت ونص. قال ما وصلت. قال الله يجزيك الخير يا رب، لأنك عم توصي صوت الناس لفوق للسلطات العليا. فعلا أنت سفيرنا وهي شغلة مو قليلة أبدا. بس بيني وبينك، كل ما تقلت العيار كل ما الناس حبتك أكتر، لأنه شعبنا بحب الفاينة، قصدي النقد. بس مو أي نقد، نحن عم ننقد في سبيل البناء. أكيد ما في شك، ربي يحميك من أولاد الحرام. بس أستاذ يعني ممكن ما تنسونا وتتذكرونا بشي بخمس دقايق ببرنامجكم؟ ما فهمت عليك. يعني ولو أستاذ يعني ما بطلع عندنا خمس دقايق نشرح هموم الخضرجية مثلنا مثل غيرنا؟ تكرم عينك، يلي بتطلبه أنا جاهز. روح ربي خليك لأهلك، لكن بكرة أنا بيجي لعندك وبنشرب لنا فنجان قهوة بمعيتك وبحكي لك على هموم الخضرجية كلياتها. على عيني على عيني تكرم. السلام عليكم. أهلاً أستاذ نعيم. يا ميت مرحبا. أهلاً بالبطل، فعلاً إنك بطل، مو مجاملة، لأنه عم تحط إيدك على الوجع وعم تكشف الغلط بدون ما تاب حدا. يعني عدم المؤاخذة، واحد غيرك كان قال شو بدي بوجعة هالرأس وشو بدي بهالشغلة، ألف عين تبكي ولا عين أمي تبكي. أما أنت ما شاء الله حولك ما بتسأل عن حدا بنوب. لا مو قصة ما بسأل عن حدا. أنا بعرف أنا ما عم بتطاول. بعرف شو بدك تحكي أستاذ، بس بتسمح لي أسألك سؤال؟ إيه تفضل. ليش المذيع اللي قبلك اللي كان مستلم نفس البرنامج ليش ما كان يحكي مثلك؟ الحقيقة أبصر، ما يعني ما بعرف شو كانت ظروفه. ظروفه واضحة، بده يقبض معاشه ويمشي، بينما أنت لا، عم تشتغل من قلبك وبوحي من ضميرك وبترجاك، وهات لبوس إيدك إنك تضل هيك وما تتأثر بحكي حدا أبدا، لأنه مو حلو أنت عم تطبطب على الغلط وعم تمدح التقصير. إيه طبعا طبعا، لأنه فعلا إذا خففت حدة لهجتك تخفيفها رح نزعل منك كتير ورح نعتبرك بعتنا. يعني في ناس بيقولوا لك انه الشعب ما بيجي الا بالعصاية. انا بقول لا، الشعب مو هيك، انما بعض ال... لا سيدي خلينا ساكتين افضل. وليش هي خايفة عليك كل الأد انتي؟ يو شبكي ماما، جوزي شلون ما بدي خاف عليه؟ شو بده يصير له يعني؟ قال شو بده يصير له؟ قال ممكن يصير له كتير. يا ستي لا تخافي عليه، بيكون مدبر حاله ان شاء الله. فكرك رح يحكي كل الحكي من عنده؟ منين لك؟ قصدي بيكون مسنود من فوق، يعني لو ما كان مسنود ومركز وضعه إيه ما كان استرجع يفتح تمه بكلمة واحدة برات الطريق. جوزك وبعرفه جبان وخويف، إيه بيخاف من خياله. إيه بس هو بعمره ما جاب لي سيرة إنه مسنود أو مدعوم. طبعا ما رح يجيب هالسيرة مشان يطلع قدامك بطل ونحنا نقعد نزقف له ونطبطب له. جاي تعلميني على جوزك؟ يا ريت يكون كلامك صحيح يا ماما، فكرك بزعل يعني. ولك أوف أوف منك أنتي، من طول عمرك حوبة. لقاءات، مناقشات، اجتماعات، لجان تعقبها لجان ولا حلول. والمشكلة دائما تضيع بين زحمة اللجان وانشغال المسؤولين
وتراكمات الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أهالي حي سبع دوخات ما زالوا ينتظرون الحل السحري الذي يمكن أن نقدمه لهم. وأهالي كفر البطيخ يستغيثون ويشتكون من تدني أسعار البطيخ. أما أهالي كفر العواميد فيعانون من اهتراء العواميد وسقوطها على رؤوسهم. وفي شعبتنا أيضاً سؤال عن تعديل نظام الضرائب، وتساؤل عن تعديل قانون الإيجار، وعلامة استفهام عن أحدث الطرق في تسجيل سيارات البيك آب، وإشارة تعجب حول فواتير الهاتف وأخطاء الكمبيوتر. سيداتي سادتي، لإلقاء الأضواء على كل ما ذكرنا انتظروا حلقتنا القادمة، وإلى اللقاء. شو شباب؟ تمام؟ شو رأيكم؟ حلو، بس بدي أسألك سؤال. على عيني وعلى رأسي. بتجاوبني بصراحة؟ ايه تفضلي ولو. انت من مين مسنود؟ يا سيدي حلقة مبارح بتعبي المخ تمام، صدقني اني سلطنت سلطني وانا عم بتفرج عليها. لا والنهفة انك ما خليت حدا من شرك وهاجمت الكل. لا مو الكل، انا فقط هاجمت المسيئين والمخطئين. انا هيك قصدي. الله يعطيك العافية ويخلينا يا اخ نعيم، اذا بتضل ماشي على هالمنوال برنامجك رح يصير من اقوى البرامج بالمحطات العربية. طبعا لازم يضل ماشي على هالمنوال لانه الجماهير العربية حطت ثقتها فيه. سمعان اخي نعيم، ثقة الجماهير العربية امانة برقبتك، وانت ما لازم ابدا تتخلى عن الناس. ها وطريقك ها طريق روحه بلا رجعه. قصدي انه لا تراجع عنه ابدا. اه صحيح يا سيدي، الله يقدرنا على فعل الخير لخدمة هذا الوطن. اهلين نعيم، شو هالحكي؟ امتى؟ طيب ليش ما قلت لي من الاول؟ إيه بس انا هيك بدي انشغل بالي عليك كتير. لا ما رح اضل بالبيت، رح اروح لعند امي. ايه وامتى بترجع؟ مو معروف امتى. ماشي الحال. طيب طيب حبيبي، الله يسهل لك ولا يضرك يا حق. مع السلامة. شو يا؟ صرنا يومين ثلاثة ما شفنا الأستاذ نعيم، شو قصته يا ترى؟ لك حتى حلقته مبارح بالتلفزيون ما حطوها. شو هالحكي؟ ايه اها، معناها في إلنا بالموضوع. مو بس إلنا، في إلنا ولكننا وحيثما، هذا أكيد دقوا فيه ما في كلام. ايه طبعا معلوم بدهم يدقوا فيه، لأنه صار يتبغدد عليهم كتير، بلش ينقر وينغم ويطاول شمال ويمين. مفكر حاله إنه رح يصلح الكون حضرته. الله يصلحه ويهديه. أخي أنا متوقع له هيك نهاية، مو معقول يسكتوا عنه بعد كل الحكي اللي حكاه، الشغلة بالعقل. أخي مدوله مدوله وغضوا النظر عنه هيك لحتى فلت الزنبرك تبعه وصار بده تعيير من جديد. قلتك أكيد هلأ بيكون عم يركبوا له زنبرك جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه تكرم عينك. بإذنك أخي. خذ راحتك. لا مو بس هيك، الموضوع أخذ منحة تاني، يعني بالقلم نشرح صار نقده هدام، ما حد نقد بناء وموضوعي. الأخ مفكر لي حاله دون كشوت عصره، والبرنامج صار فيه إساءة وإهانة وتجريح بالمسؤولين أكثر مما يجي. أخي هدول المسؤولين شو ما كانت مناصبهم، بس إلا ما يكون في مين دعمهم. يخرب بيته، يخرب بيته على هالعملة. يا ما نصحناه بس ما كان ينتصح عبس. صحيح، يا ما حاولنا نرضعه بس ما كان مرتدع. ركب راسه على الفاضي. يا سيدي تحركش بالحمى لحتى دقته البردية. المسكين طاش حجره ونعم على قلبه وما عاد شاف قدامه. أخي هي عقدة الغرور. الزلمة كبر راسه كتير. الإنسان لازم يكون حكيم ومتوازي، وخصوصي بهيك أمور. الله يصلحه ويهديه. هو هيك طبعه، طايش ومتهور وما بيحسب حساب لشي. دخلك؟ ما نعرف مين أخذه الأستاذ نعيم؟ لا والله، لحد هلأ مو معروفة وين أراضيه. الله يستر يا رب. يعني كمان هو الله يصلحه، شو بده بطولة لسانه وكتر الحكي؟ ايه أنا بعرف. لا ومشكلته إنه عنيد ومخه يابس وما بسمع من حدا.
أخي تكبير راس لهالدرجة مو حلوة أبداً. بعدين كل إنسان لازم يعرف وين حدوده. السلام عليكم أستاذ إنعام. أستاذ نعيم، شو بكم؟ شو بكم؟ تبلكمتوا وقت شفتوني كأنكم شفتوا شي جني. لا لا أبداً أستاذ، ليش حتى نتبلكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يعني الحمد لله على السلامة أستاذ، ألف الحمد لله على السلامة إن شاء الله. شو إمتى طالعوك أستاذ؟ منين بدون يطالعوني؟ بيقصد إمتى كاد القدوم؟ الحمد لله إن زمان ما شفناه. والله اليوم وصلت من السفر. شو؟ اجتني سفرة مستعجلة على كرواتيا مشان اشترك بمهرجان إذاعي. يعني الأسبوع الماضي أستاذ كنت بكرواتيا؟ وين بدي يكون لك؟ ببيت خالتي. والبرنامج شو؟ ليش ما طلع البرنامج تبعك؟ الحقيقة برنامجي توقف أثناء غيابي، بس بكرة رح أبلش بتسجيل حلقة جديدة. ها ايوه ايه، هلأ فهمت عليك. وشو طبيعة هالحلقة يا ترى؟ بدي هاجم القطاع التجاري بالبلد، وبدي اتعرض لقانون الاستثمار رقم 10. ايه والله بتعمل زينة العيل. وينك استاذ؟ لا تهون مع حدا ابدا ها، وكلمة الحق لازم تنقال ولو على قطع رقبتها. روح الله ياخد بيدك وينصرك على كل عداك. امين يا رب. صباح الخير. صباح الخير استاذ. شلونك سمير؟ بخير استاذ. ايه شو بتخبرنا؟ ما في الا سلامتك استاذ. في هذا المخطوط بعته الاديب الشاعر الدكتور عبد الكريم اسعفوني. ايه صحيح، انا قلت له يبعته حتى اطلع عليه واكتب له المقدمه. ويا ترى بعت كتاب موافقه من وزاره الاعلام بالسماح بالتداول؟ لا استاذ ما بعت غير كتاب موافقه من اتحاد كتاب العرب. ما بكفي، بدنا موافقه وزاره الاعلام، دائره الرقابه والنشر، والا ما بنحسن نشر له اياه على الاطلاق. لانه بصراحه وجعني راسي لما نشرت كتاب مذكرات حمار بدون موافقه الاعلام. ما بدي ادخل بين القبور وما بدي اشوف منامات وحشه. هيك بتفهموا الاستاذ اسعفوني. غيره في شيء حدا اتصل فيني؟ نعم استاذ، اتصل فيك الصحفي هشام داريا. ايوه، وقال لك شو بريد؟ قال بده موعد مشان زياره خاصه وعطاني رقم تليفونه مشان رد له خبر. ماشي الحال، هلا بس اطلع بتتصل فيه حتى يحاكيني. غيره؟ سلامتك استاذ معاويه، هذا كل شيء. اصبح الله يرضى عليك، هلا بتعمل لي فاكس لدار الغروب للنشر بلندن وبتعتذر عن تعاوننا معهم، وقول لهم لا يشحنوا لنا ولا كتاب لانه ما مشي الحال بالرقابه، وبتعمل فاكس ثاني بهالمعنى لتونس ولدار خوله للنشر بلبنان. حاضر على عيني استاذ. غيره؟ سلامتك ما في شيء. الو. ايوه، اي موجود هون. اي تفضل، تليفون للاستاذ. الو، اهلين، مين؟ اهلين استاذ هشام. اي والله، اي والله، قال لي سكرتير. تكرم على عيني وراسي يا سيدي. انت ما بتحب؟ ما بتفرق، ما بتفرق، بتفضل تجيني على المكتب، بتفضل بمحل تاني، انا جاهز. بدك محل هادي؟ ما في مانع. طيب شو رايك نلتقي بكره الساعه 12 الظهر؟ اوكي، إذا لقائنا بمقهى الفلاورز. إيه غدا. أهلين وسهلين ومرحبتين. الله معك، مع السلامة. مرحبا استاذ هشام. ميت اهلا وسهلا. اهلا استاذ معاويه، تفضل. اسف جدا على التاخير، بس شو بدي اساوي، مو بايدي، وخفت كمان يكون سكرتيري ما خبرك بتبديل الموعد. لا بالحقيقه خبرني وانا مقدر ظروفكم، عندكم مشاغل كثير. قبل كل شيء شو بتحب تاخذ؟ اي شيء فريش ما بتفرق. ايمن. مر استاذ. واحد برد انا. تكرم عينك. اهلا وسهلا استاذ معاويه. يا اهلا وسهلا فيك. بالحقيقه انا بعتقد انه احنا سبق والتقينا عرس الأرعيبي إذا بتذكر، وقتها كنا. هلأ بدك تعرفني على حالك يا أستاذ هشام؟ يا سيدي أنا رح أقول لك بمنتهى الصراحة وبعيداً عن المجاملة،
انه ما في صحفي نال اعجابي وتمتع باحترامي مثلك يا استاذ هشام. يا سيدي الله يخليك ويديمك. وبالحقيقه هالمديح هاد من رجل مثقف مثلك وصاحب دار نشر محترمه بخليني ازداد ثقه وجود بالانتاج. مثل ما عم اقول لك، انت انسان عم تتحسس اوجاع الوطن وعم تحاول تكون لسان حاله وعم تنقل شكوى بشكل مقنع وملفت ضمن سخرية لاذعة مرة من شأنها إيقاظ حس المهمل من ذوي المسؤولية والعلاقة. والله يا أستاذ أنا عم حاول يكون لكتاباتي فائدة ما في داعي تشرح أستاذ، كله واصل وكله مفهوم. وصدقني أنا لولا زاويتك ماشي الحال بجريدة نيسان ما بشتري الجريدة كلها على بعضها، مو ازدراء بمحتوياتها، لا أنا ما بستهين بجهود إنسان على الإطلاق، إنما لأني مشترك بصحف أخرى وعم بقرأ نفس الأخبار دون زيادة أو نقصان. أستاذ هذا الكلام بيشجعني وبيدعمني بالموضوع اللي حبيت قبلك من شانه. تفضل. شكرا. قبل ما أفوت بموضوعي حابب أسألك عن دار النشر اللي تملكها حضرتك. إيه تفضل تفضل. يعني في أي نشاط أدبي بالبلد؟ بقصد في مخطوطات مهمة لفتت نظرك وحابب تطبعها؟ هو نشاط فيه بس ما بعرف شو بدي سميه، نشاط ورقي، نشاط طباعي، ما بعرف. يعني مثلا تقدم لي الشهر الماضي أكثر من 25 مؤلف وبدهم يطبعوا كتبهم، بس كل هالمؤلفين عم يحكوا يا أما عن الرجيم، عن الطبخ، اقرأ برجك، تداوى بالأعشاب، صلح تلفزيونك بنفسك، فسر أحلامك، أساطير وعجائب، أقاويل وغرائب، صدق أو لا تصدق، يعني من هالوزن وكلهم دفيعها. وبدهم الورق ثقيل، جراماج عالي، أوفست وفرز ألوان متطور وعلى الكمبيوتر. عفوا وحضرتك بتنشرون ولا؟ لا 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 أبدا، أنا ما بنشر كتب تجارية أبدا، ما بقبل أطبع بمطبعتي إلا الكتب يلي إلها قيمة ثقافية، أدبية، فكرية، أو على الأقل الكتب الجماهيرية المفيدة للناس وما بتسخر بعقولهم، وما تبقى منعتذر عن قبوله. لذلك عم أطبع وأنشر الآن كتب تراثية وسلفية. الله وكيلك يا أستاذ هشام، ديوان جرير والفرزدق والحطيئة على سبيل المثال صرت طابعهم وناشرهم أكثر من 9 مرات، وكل معرض يقام ببلد عربي بنتع هالكتب وبركض فيهم حتى اشترك فيه. وشو السبب استاذ؟ السبب هو انه التجارة طغت على الادب، يعني بينباع بالشهر كتاب كيف تنجو من عذاب انكر ونكير اكثر ب50 مرة من كتاب جمهورية افلاطون الفاضلة. يعني الادب في تراجع والتجارة في ازدهار. فعلا عصر مجنون. اصلا مسموعات دار النشر تبعكم هي اللي خلتني اتشجع واطلب مقابلتك. انا بالخدمه مور. مثل ما بتعرف استاذ معاويه انا عندي زاويه يوميه بالجريده اسمها ماشي الحال. نعم. هو مثل ما بتعرف كمان مو كل شيء بينتشر، يعني اذا بيقبلوا لي زاويه بالمقابل بيرفضوا لي 3. بقى شو قلت لحالي؟ ليش يا ولد ما بتجمع هالزوايا المرفوضه هاي وبتسويهم كتاب وبتنشره؟ والله يا استاذ هشام الفكره معقوله تماما. يعني ممكن تتبنوها أستاذ؟ لأنه بصراحة أنا ما عندي السيولة اللي بتمكنني من تمويل نشر هذا الكتاب وطباعته. شوف أستاذ هشام، الفكرة من حيث المبدأ مقبولة عندي، وخاصة أني بحب أسلوب تفكيرك وسخريتك. صحيح الكتاب المحصلة ما رح يكون أثر أدبي وما رح يحمل ملامح الأدب الساخر، بس كمان الاقتراب من الواقع والإغارة على التفاصيل الصغيرة الموجودة بحياتنا ومعالجتها كمان هذا من شأنه يسعد الناس ويقربهم من الكلمة المكتوبة. أنا سعيد جداً بهذا الكلام أستاذ معاوية، هو بتمنى يجي كتابي ضمن ما سميته حضرتك كتب مفيدة للناس. وشو رح تسمي هالكتاب يا ترى؟ رح سميه غير قابل للنشر، غير صالح للنشر، ممنوع من النشر، يعني شيء من هذا القبيل. عنوان ملفت، ما في مانع أبداً. بتحب أعطيك المخطوطات حتى تطلع عليهم؟ إيه طبعاً، بس إذا ما عندك مانع يا ريت تعطيني فكرة عن بعض المواضيع المطروحة. بأمرك أستاذ، بس عفواً عندك وقت حتى استرسل شوي؟ وقتي ملكك، مرتي باللادقية مع الولاد وصفيان عزابي. معناها في وقت منيح أستاذي. أول قصة
هي من خلال مشاهداتي الميدانية كصحفي، وصارت بإحدى مستشفيات. تفضل دكتور. شكرا أبو اسكندر. تريد شيء ثاني دكتور؟ لا 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 سلامتك. ألو نعم. نعم نعم أنا دكتور عبد الرحيم. نعم. يا أهلا وسهلا ومرحبا. احترامي صاحب السعادة. خير؟ مين؟ شو الحكي؟ زوجتكم مدام انتصار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 سيدي ما رح نتأخر أبدا. ليش منسترجي نحن؟ الله يخليك فورا يا سيدي فورا. إن شاء الله سلامة قلبها. الله معكم سيدي. يلا 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 مولانا. مع السلامة يا سيدي مع السلامة. ألو دكتور حسن. الله يرضى عليك هيئ لي جناح العز للمسؤولين بسرعة. في عندي حالة إسعاف طارئ وركب فيه أحدث الأسرة وفك النايلو عن طقومة الجلوس يلي اجونا مبارح ومدوها بالغرفة. لك لا لا بس حرم صاحب السعادة مدام انتصار جاي لعنا بحالة إسعاف بسرعة. الله يرضى عليك. الله معك. مرحبا دكتور عبد الرحيم. أهلا دكتور بهاء، جيت بوقتك. خير شو في؟ هلا وفورا وعلى الحارك بتغير لي انابيب الاكسجين كلياتها بجناح المسؤولين وبتفحص لي الكونديشن وبتشوف قوه تبريده وبتغير لي طاقم الممرضات كلهم وبتجيب الممرضات المتخرجات الحلوات النخشات مثل انسه سميره والانسه اعتدال وسيده براءات جيبها وبتستنفر لي غرفه العمليات كلها. بس يا دكتور غرفه العمليات مشغوله حاليا، الدكتور انس عم بيعمل فيه عمليه زايده لواحد مريض. طالعوا فورا هو والمريض تبعه. طالعوا دكتور. وين بدنا نطالعه؟ كيف بده يكمل له العمليه؟ شو بيعرفني، ان شاء الله يكمل على الاسطوح. المهم اسحبه هو ومريضه لشي غرفه ثانيه، فهمان؟ وبتعقم لي غرفه العمليات والمطهرات وبتغير الشراشف والمناشف والمقصات والمشارط والمباطع كلياتها. يعني ما بدي شيء مسطيه، ما بدي مقص متلام او قطن له غبره او زغبره، فهمان علي شو عم بحكي؟ وبسرعه مثل ما الله خلقك. اوام ليش استاذ؟ يعني في شيء بده؟ ولك خلصني هلا روح من وشي ونفذ لي اللي قلت لك عليه، ما دام انتصار حرم صاحب السعاده على الطريق لعنا بحاله اسعاف، اوام؟ طيب طيب دكتور مثل ما بتريد. رح لساتك هون تحرك بسرعه. مرحبا دكتور، سمعنا من الدكتور حسن انه حرم صاحب السعاده. اخي قبل السلام والكلام، فورا بتبدل لي الممرضين والازنه، ابتداء من البواب اللي على الباب وموظفي الكاونتر وانتهاء باللفايات والمنظفين. وبتشطفوا الكريدورات بالديتول والاجاكس والكلوروكس وبتطلع لي البرادي وتعلقها بجناح العز للمسؤولين فقط. بس شلون؟ باسرع من البرقعه. لك لساتك واقف عم تحلق فيني؟ طير الطيران خلصني. وينك؟ لا تنسى تنظف الاسانسورات وترشهم بالعطر ملطف الجو. ها اوعك. امرك دكتور امرك. مطيع عم يرضى عليك بأقصى ما تستطيع. جهز لي جهاز الرنين المغناطيسي والالترا ساوند وجهاز الطبق المحوري بأقصى ما تستطيع. Put everything in order. ولا تنسى كمان غرفة العناية المشددة، بدي اياها مثل المرايا سواء بالأسرة ولا بالأجهزة او حتى بالبلاط، بدي كل شيء فيها يتلامع ملامعه. على عيني دكتور، بس في مرضى بحالة حساسة جدا وقاعدين تحت الأجهزة. ولك انا مرضى هدول عم اقول لك حرم صاحب السعادة جاي بحالة اسعاف، فورا بتطلع هلا بتسحب البرابيش من دمهم وبتاخذهم لغرف عادية. خلصني اوام. بس يا دكتور. لك شو بس يخرب بيتك شو بتجادل؟ هلا انت مدير المستشفى ولا انا؟ ارفضك بتضرب عليك. خلصني خذ كمان اوام بسرعة بسرعة بسرعة. سلامتك مدام. سلامتك سلامتك. جر لهون جر لهون. ألف سلامة مدام. أنا عبد الرحيم الدكتور عبد الرحيم مدير المستشفى. بإيش حاسية ترى مدام؟ دكتور حاسية فككين عم تقطع بخواصري تقطيع. سلامتك يا مدام سلامتك. ألف سلامة إن شاء الله. آه معلش نزوها نزوها لهون. يا دكتور أنا بقدر إنزل. بتقدري؟ لا خايف عليك لأنه لا بقدر دكتور. إيه طيب طيب ساعدوا لو سمحتوا على مهلكم. بحس رقة. الله يرضى عليكم. سلامتك سلامتك مدام. حطوها هون على مشيك. سلامتك ألف سلامة إن شاء الله يا ربي. بسيطة إن شاء الله عرضية مدام. الله يخليك. أنا مهلك على مهلك على مهلك. بنات ارفعوا لي رجلي على السرير. أيوة
دكتور مطيع. نعم دكتور. يرضى عليك عطيه الابره المهدئه. جاهزه دكتور. لا 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 بالعضل مو هيك؟ إيه لا بالعضل ما بيصير، انت عطيه اياها بالعضل. تكرم دكتور. انتم جميعا الى الوراء. دكتور أو بيزور الوجع، فيها العافية إن شاء الله. الله يعافيك دكتور. من إمتى حسيتي بالوجع مدى؟ من ساعتين. وين متركز الوجع أكتر شيء؟ هون على اليمين. شو السبب دكتور؟ أطمني مدام انتصار، هلأ بيبين معنا. يا ترى أنت معك رمل شيء؟ لا، هي أول مرة بيصير معي هيك شيء. لا تنوهمي مدام، كله رح يبين معنا بالتصوير. حملوها. سلامتك، ما عندك من العافيه. سلام. انا صرت احسن هلا. صرتي احسن؟ بقدر اقوم. بتقدري تقومي؟ طمنيني ان شاء الله. لا والله الحمد لله، الف 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 الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. حملوها. ساعدوها. سلامتك. الله يعافيك يا رب. شوي مدام، لا تكبري في شختك، على مهلك. فوق الاجرين. في عندك اكبر مهدئه؟ في عادي دكتور، بس هدول تصنيع محلي. ولك فهم علي يا بني ادم، هدول اللي حرم سعادته. إيه لي هيك بالاول، هلا بروح على المستودع بطالع لك الادويه الاصليه بسرعه. ها لا تطول. على عيني دكتور، لحظه وبيصلك كل شيء. شلون شايفه حالك مدام هلا؟ تحسنت شوي على الاول الحمد لله، بس دكتور حاسه هون في شيء عم بينقف في خاصرتي. إيه طبعا، لانه الوجع مدام هلا هاجع بفعل الابر والمسكنات. يا دكتور مصفر. امرك دكتور. حط لها قطع عليك بالسيروم دوتوفينايل. امرك. وشلونه صاحب السعاده مدام؟ الحمد لله، الله يعينه ما عم يلحق شغله. إيه طبعا، قليل الهم اللي حامله، الله يحرسه ويخلي لنا يا الهي. انسنفين. امرك دكتور. كبسي لرجليها. لا لا العفو، ما في داعي. ولو هذا واجبنا مدام انتصار. ولو بصراحة قديش شفت بحياتي مستشفيات، بس مثل عنايتكم لا شفت ولا عيني رأيت. شو عم تحكي انت يا مدام انتصار؟ نحن هون روحنا في ذا المريض. وشو طلع معي دكتور؟ هو الحقيقة طلع معك التهاب الزايدة. طيب هالشي بيروح بالمعالجة ولا بدي عملية؟ بصراحة بدك عملية، ونحن عم ننطر الأدوية تاخد مفعولة بجسمك حتى ناخدك على غرفة العمليات فورا. الكل مستنفر هنيك وعم يستنانا. دكتور تسمحوا لي اتصل بجوزي مشان حتى قلو يجي يشوفني شق علي، لأنه أنا لما اجتني كريزة الرمل على غفلة. ولو يا مدام، ولو يا مدام، نحن كلنا بأمرك وبأمر صاحب السعادة. دكتور مطيع أعطيني اللاسلكي تبعك. عقمي لي يا بطني. تكرم دكتور. تفضلي مدام. يا سلام، يا سلام على الاهتمام هذا. الله يخليك يا مدام. أنا بحياتي وعمري ما شفت هيك اهتمام ولا بالأحلام. قالوا بيقولوا إنه المستشفيات ما بتعتني بالمريض، إيش يشوفوا بعينه؟ إشاعات يا مدام، إشاعات. نفوس مريضة ونوايا مغرضة. على كل حال أنا رح أتركك هلأ كم ساعة عربين ما تصيري جاهزة للعملية، وهالممرضات كله تحت خدمتك. بالإذن مدام، مع عافية إن شاء الله. شكراً. خليك يا ربي. عليك العافية مدام. سلام. بتريد نحط لك موسيقى هادية؟ لا، حطي لي نوال الزغبي. إيه تكرم. يا مهنا، حط لي شريط نوال الزغبي الله يخليك. مشغول. وينك؟ اسمع،
بمجرد ما يجي صاحب السعاده بتسقوه قهوه مره من على الباب وبتخلي بنت صغيره تقدم له باقه ولد، مفهوم؟ حاضر دكتور. ولا حدا يطلب شيء باسم المستشفى اطلاقا اطلاقا، انا بحكي وبس، مفهوم؟ مفهوم مفهوم دكتور مفهوم. ها يمكن اجى صاحب السعاده. حرم صاحب السعادة مدام انتصار معنا بحالة إسعاف. وصل سعادته؟ لا دكتور، حرمه يلي وصلت. مين؟ حرم سعادته؟ ايه دكتور، ليكن عم بينزلوه على النقالة. العمى العنين، لكن مين هي اللي جوا؟ فوتوها فوتوها بسرعة، بالخدمة الممتازة والعناية الفائقة، عربين ما اشوف شو القصة جوا. حاضر. أمام بسرعة، أمام. أسعي هيك أشوف. خير دكتور، شو في؟ شو اسم حضرتك يا مدام؟ أنا اسمي انتصار. انتصار شو؟ انتصار نور الدين. شو بيشتغل جوزي هيك؟ معلم باطو. معلم باطو؟ باطو؟ يخرب بيتك وبيت بيتك يا عبد الفتاح. مرتو هذا النقالة وش حضر لها مخلوقة لبرا فورا. ايمي هالمسخرة من ايدك، ايمي لها اياها. لوين مش حضرته؟ شو لوين؟ عجهنم الحمراء على الهفا. لعم على الوقاحة، عم تدللها وعم كبس لها رجليها وهي ساكتة. عجل وما خلصني، روح للحشها بأي قرنة. إذا جيتك أنا بنزل لحالي. هاتي هالموبايل من ايديك. لوين أخدمي؟ شفت أنا لوين أخدمي؟ لوين أخدمي؟ لك ليش عم تركتوا فيه كل الوقت أنا معي الثاني يا أخي؟ الزايد أخو الناقص يا مدام. قولي الله يوفقك، ليش عم تركتوا فيه كل الوقت؟ توقفوني. سلامتك يا مدام انتصار، سلامتك، ألف سلامة يا ربي، ريت الوجع على قلبي إن شاء الله. سلامة قلبك. حملوها وانقلوها لهون. لا لا بنزل لحالي. بتنزل لحالي؟ أكيد بتقدري؟ على مهلك على مهلك على مهلك، شيء 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 شيء. سلامتك، ما عليك إلا العافية إن شاء الله. دكتور مطيع. نعم دكتور. الله يرضى عليك، أعطي الإبرة المهدئة فورا. لك إجازة دكتور. لا 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 مو أنت مو أنت. نيفين. شكرا دكتور. أعطي الإبرة الله يرضى عليكي. إلى الوراء دم بالعضل لأنه فوري هالراديو دخيلكم انطوشي. مهنا اطفي الراديو. شو هالحكي؟ معقولة؟ ما نقصت ولا زودت حرف، هذا اللي صار وهذا اللي كتبته مشان انشره بزاويتي اليومية والرفض. طيب شو قصتك الثانية؟ أنا ما رح أعلق على هالقصص لحتى تنتهي. يا سيدي قصتي الثانية هي كالتالي. يا ناس يا عالم يا شرطة دخيلكم لحقوني. طول بالك طول بالك يا اخ طول بالك طول بالك. دخيلكم لحقوني، في مجنون قافل علي الباب بده يقتلني. طول بالك. يا ناس يا عالم يا شرطة مشان الله لحقوني. لحظة يا حباب، لحظة إذا بتريد. خير يا أخي شو في؟ ممكن تكلف خاطرك وتجي معي دقيقة. لوين يعني؟ يبدو في شخص عم يعتدي على الثاني وعم يهدده بالقتل. هون هون المحل قريب بالحارة الثانية.
شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك، يعني لازم تنقذوه قبل ما يقتلوا المجرم. بس أنا ماني علاقة بك موضوع. شلون ما لك علاقة؟ مو شرطي حضرتك؟ مبلا شرطي، بس بالهجرة والجوازات. يعطيك العافية. ولك يا شرطة، مشان الله انقذوني قبل ما هالمجنون يقتلني. ولك يا شرطة. اجيت بوقتك. من شان الله تجي معي. يمكن رصيد جريمة قتل بالبيت هون اللي بالحارة هاي. للأسف أنا مالي علاقة. لك شلون مالك علاقة؟ إذا شرطي وما لك علاقة، مين اللي له علاقة لكان؟ لك يا عيني أنا مش شرطة المرافقة بالوزارة، فهمت علي بقى؟ لك يا شرطة يا حراس. ولك مشان الله اطلعوا لعندي. لك طول بالك طول بالك. لك يا شرطة المجنون بده يقتلني. ولك يا شرطة. ولك يا عمي ما حدا عم يرد علي. لك يا شرطة يا حراس. صادر واقف. من شاء الله يا اخ، من شاء الله في رجال عم يستغيث ويمكن ينقتل اذا ما لحقتوه، بتروح عليه حياته المسكينه. طيب شو تريدني اعمل لك يا حبيبي؟ يعني بدك اياني ادخل اختصاص غيري؟ لك شو تتدخل باختصاص غيرك؟ ليش انت مو شرطي؟ بلا بس انا شرطي بالبلديه وما لها بالمواضيع هاي كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. مرحبا يا اخ. اهلين وسهلين. وين بتشتغل حضرتك؟ بالشعب الثاني. ليش؟ وين يعني بالشعب الثاني؟ شعبة مكافحة الجرائم. ليش؟ أخ 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 الحمد لله الحمد لله. ممكن تشرف معي أخي، في شخص عم يتعرض لجريمة قتل وما في حدا ينقذه. وين؟ هون بالحارة اللي جنبنا. والله إذا بهالمنطقة بدك تعذرني يا مواطن. ليش بقى؟ لأنه هاي المنطقة مو منطقتي. وين منطقتك لكان؟ أنا مسؤول عن منطقة فيلات الأستراد. سلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هالنار هاد؟ والله تربطت ايدي. لك يا شرطة. لك مشان الله انبح صوتي. ولك يا شرطة. معقول هذا اللي عم يصير؟ مشان الله جاوبني، انت مبين عليك رجال صاحب ضمير. لا والله مو معقول، بس شو طالع بالايه؟ على كل حال انا بعرف شلون الشرطة راح تلبيك. لك شلون مشان الله؟ لانه هذا المسكين اللي عم يصرخ ومرعوب يمكن ينقتل ونحن واقفين عم نتفرج. هيك فكرة؟ ما في غير هيك. لك يا عالم، شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالإهمال؟ لك يا عالم شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالإهمال؟ تفضل معنا شو تريد. لوين بدي تفضل؟ مو شغلك هنيك بتعرف. وين هنيك؟ بالفرق. ليش حضرتك شو بتشتغل؟ أنا رجل أمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الرجال اللي رح ينقتل شو مصيره؟ بيقربك شي؟ لا حبيبي ما بيقربني، ما بيقربني منوب، بس من منطلق انساني التهفت له وحبيت ساعده. هلا صار بده مين يساعدك؟ شرف. لا بدك طول بالك يا عمي. لك طول بالك شو سوي هنا العبها؟ ليك؟ لك مش محبين نساعد الزلمه نحن. ولك يا شرطه يا امن يا جنائيه مشان الله الحقوني. بتعرفوا شو لازم تساوي فيه لهذا عم يجعل اسرار؟ تكتبوا له ضبط اقلاق راحه للجوار. الله يكرم عينك. شو تعليقك استاذ معاويه؟ الحقيقه ما عندي تعليق، لانه يا استاذ هشام القصه ظريفه وفارضه نفسها، ودائما الادب والفن الساخر بيلجأوا للمبالغات والتجسيد والتهويل وبيعملوا من الحبه قبه مشان لفت النظر، مثل الرسامين الكاريكاتير يعني. تماما كلام سليم. ويا ترى بقية قصصك هيك؟ بتحب تسمع كمان استاذ؟ يا ريت. يا سيدي هاي القصة صارت مع احد المليونيري. والله يا ابو جهاد انا مالي موافق على هالمشروع. ليش يا سلوى؟ لا تغلطي، المشروع مهم كتير. بجوز يكون مهم ما بقول لك لا، بس انا خايفة تكون تكاليفه كتيرة. يا ستي اطمني، المصاري موجودة لا تاكلي هم انتي. ايه بس بخاف هالمشروع ما يجيب تكاليفه او يخسر لا سمح الله. لا لا ما في مشروع بيخسر، خاصة اذا كان مدروس. ما بعرف شو بدي اقلك، انا مشروع حديقة الحيوانات كله على بعضه ما حبيته. ليش؟ صدقيني مرابحه خيالية، يعني
أنا لما كنت بأمريكا المرة الماضية اجتمعت بالمسؤولين بحديقة ديزني لاند، استفسرت عن كل كبيرة وصغيرة ولقيت هالمشروع إذا صار عنا بده يكسر الدنيا. خاف الدولة تسبقك وتفكر بالمشروع قبل منك. يسلموا هديات يا حبيبتي يا رولا. الله يسلمك. يسلمون. يا ستي الدولة خاطر ببالها هالمشروع من زمان وما كان يشبع دراسي، فليش ما مننفذه قبل ما تنفذه هي؟ هلأ أنت ما لقيت تفكر غير بالحيوان، فكر بالإنسان. ليش هذا المشروع مو للإنسان؟ ليش فكرك أنا رح أبني حديقة حيوان وحط ناس بقلب القفاص وخلي الحيوانات تتفرج عليهم ولا العكس؟ يو أنت التاني. على فكرة نحن في عنا حديقة حيوانات بالريفة. نحن عنا حديقة حيوانات؟ طبعاً. وين بقى؟ شو وين عم قلك بالريف؟ يا سيدي فيها قرد وسعدان وقطة وأرنب وطاووس وديك حبش كمان. ها قلتك، فليش نحن نحط مصاري على الفاضي؟ طيب هلأ أنا فرضاً وافقتك على الفكرة، مطالعت الرخصة تبع المشروع، سهلة ولا صعبة؟ لا والله مو بسهولة يا سلوى، فيها عذاب ما بعده عذاب، يعني حلك أنت تعرفي روتين بلدنا. روتين ولا شي تاني؟ ستي من جميعه. هلا انت بتعرفوا للمدير العام تبع الرخص؟ لسوء الحظ انا بعرف ناس كتير، بس هالشخص هاد بالذات ما بعرفه. يعني جديد؟ ايه جديد، وانا كنت اعرف اللي قبله. بس هداك كان راسه ناشف كتير، وهاد كمان سمعت انه راسه انشف من هداك بألف مرة. شو عرفك؟ لاني بصراحة قدمت رخصة للمشروع بدون ما أقول لك ورفضها. شلون هيك ما بتقلي؟ قلت لحالي خليني أحط الرخصة بجيبتي بعدين يا بنفذ المشروع يا أما بلغي. يعني اجتمعت بالمدير العام؟ لا، بعت الرخصة بالبريد. وشو اسمه المدير؟ اسمه هاني عبد الحق. لا، وكل واحد عامل لي حاله شريف من أشراف مكة. طيب إذا رفض لك المشروع مرة تانية شو رح تساوي؟ لا تخافي علي، ما رح خليه يرفضه. يعني بدك تعطيه مصاري؟ ما بعرف يا سلوى، لأنه سمعت أنه هالزلمة يا أما كرشه كبير يا أما أنه آدمي فعلا، لأنه عم يقلع الناس من عنده تقليع وما عم يوافق لحدا على أي مشروع. طيب ليكون هيك التعليمات؟ ما في تعليمات ولا بطيخ بسمير، بس هذا الزلمة ما بيقبض إلا بالكبيري، أما المبالغ السخيفة فما بتعبي راسه منوب. هيك سمعت، أنا لسه ما شفته. شلون بدك تشوفه؟ أخذت منه موعد بكرة. طيب كيف بدك تفتحه بالموضوع إذا رفض لك المشروع؟ موضوع شو؟ ليكون قصدك موضوع الإكرامية؟ إيه. ما بعرف، محتار يا سلوى، لأنه الإكرامية صار موضة ما شاء الله كان. لا والنهفة إني ما بعرف مين مفتاحه حتى خليه يدبره. طيب شو الطريقة لحتى تعرف مين مفتاحه؟ ما رح استنى، رح أروح لعنده هيك دجني دجتك العافية وأنا وحظي. معناها في شي ببالك إجوزي وبعرفك. ستي أنت دعيلي وإلك علي، إذا هاني عبد الحق وقع على الرخصة إني اشتري لك مزرعة يعفور يلي شفناها اليوم واستغليناها. عم تحكي جد؟ ولك طلباتك عندي أوامر. صباح الخير أستاذ. صباح النور. وصل أبو جهاد. أبو جهاد خليه يتفضل. حاضر. تفضل أستاذ. شكراً يا أنسي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. شكراً أستاذ. يا أهلين وسهلين. شلون الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين. نشكر الله دائماً وأبداً. هو صحيح ما صدف أني التقيت بحضرتكم، بس مسموعاتكم العطيرة هي اللي دفعتني لزيارتكم. يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك. شرفت. شلون بتحب قهوتك؟ وسط لو سمحتي. قهوة وسط يا أنيسة. حاضر أستاذ. هو الحقيقة أنا كمان سمعت عن نشاطاتك ومشاريعك الاقتصادية الهامة يلي من شأنها تخدم البلد. الحمد لله يا زيدي، ولحسن الحظ انه طلبي هالمره عندك وبتمنى منك انك تلبيه. ما منقصر ان شاء الله، على عيني. نحن بدنا خدمه يا ابو جهاد. هذا يا سيدي من مده قريبه
طلع من دائرتكم الفنية أمر بعدم الموافقة على مشروع حديقة الحيوان بوبي لاند يلي ناوي ابنيها بهالبلد. وبصراحة أنا يعني استغربت هالرفض، مع أنه المشروع مستكمل لجميع المواصفات الفنية والتقنية وبيشمله قانون الاستثمار رقم 10، واللقمة وصلت للتم. بجوز، بس ما بتشوف معي أنه هاللقمة كبيرة شوي؟ لأنه معلومك اللقم الكبيرة تعمل عسر هضم إذا انبلعت، يعني الشغلة مو سهلة مثل مالك متصور. البركة فيك هاني بيك، يعني الشغلة بإيدك وبتوقيع صغير من جنابك بيمشي الحال. اسمح لي إلك يا أبو جهاد إنك غريب الأطوار. أنا غريب الأطوار؟ ليش هاني بيك؟ يعني كل مشاريعك فيها جرأة وتجاوز وطموح. إيه طبعاً، لأنه رجل أعمال وجبان ما بيصير، والمشاريع الكبيرة بدها قلب قوي، والباقي على الله. طيب شو اللي خطر ببالك تبني حديقة حيوان؟ سؤال وجيه هاني بيك، وهالسؤال له عندي قصة. هات لشوف شو هي. الحقيقة أنا حبيت ابني حديقة حيوان وفاء مني لكلب الله يعزك، وناوي سميها بوبي لاند. ما فهمت عليك، وفاء منك لشو؟ لكلب الله يعزك. لأنه الحقيقة كان عندي كلب بالفيلا تبعي مشان أغراض الحراسة ومات، وأنا حبيت ابني له حديقة حيوان وفاء مني لشخصه وخدماته. ما قلت لك إنك أنت غريب الأطوار يا أبو جهاد؟ لك حدا بيبني حديقة حيوان بمئات الملايين وفاء لكلب؟ قل لي يا أبو جهاد، هلا أنت عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ صدقني ما عم بمزح هاني بيك، بس أنت لو تعرف شو مزايا هالكلب كنت عزرتني وعطيتني الرخصة فورا. وشو مزايا هالكلب بقى؟ ها أولاً كان شجاع جداً وقلبه قوي، حتى أنه مرة صار عندي حريقة وعلق القطل صغير جوات الغرفة، فما كان من الكلب إلا أنه اقتحم النار ومسك القط من رقبته بسنانه وأنقذه. هيك لكان. وشو كمان؟ النقطة الثانية المهمة بأخلاقه هي الوفاء. يعني مرة مرضت مرضة تقيلة تقيلة تماماً، فالمسكين قعد قدامي ليل نهار وهو عم يخدمني ويعطيني حبوبي وأدويتي بمواعيدهم. مرتي يلي هي مرتي ملت مني ومن ضعفي، بس هالكلب ما مل وما صدق إمتى طبت. هلأ معقولة كلب يعمل ممرض؟ الله يخليك يا أبو جهاد. مثل ما عم قلك، وفوق هالشي كان أمين جدا. اسمع هالقصة هاني بيك، مرة ضوعت جزداني وفي أكثر من $50,000 ترافل شيك. أنا بصراحة قطعت الأمل إني لاقي الجزدان، وما شف لك إلا بوبي بعد ساعتين جايب الجزدان لنص حضني ومو ناقصين شيك واحد. ها هلا هيك عمل الكلب؟ والله اللي ما بيعرفك بيجلك يا أبو جهاد. يعني عدم مؤاخذة أنت جاي تضيع لي وقتي وتتمسخر؟ شو شايفني قدامك؟ لا لا أبداً أبداً، معاذ الله أني أتمسخر، أنا عم بحكي حقائق ووقائع جرت معي شخصياً. حتى أنه بوبي من كتر ما بيحب الأولاد سرق مني مرة 500 ليرة، فقلت لحالي منين متعلم هالسرقة ابن الكلب؟ يعني لو أنه فايت دواير ومؤسسات بجوز يكون اتعلم يسرق، بس بوبي ما بيخالط حدا منه. المهم مو تاري لك هالبوبي بده يشتري أكلات طيبة لأولاد الناطور. هلا لا تجنني يا أبو جهاد، الله يخليك، أنا مالي فاضي للسرسرة واللعي، عندي مشاغل فوق راسي. بس أنا يا هاني بيك ما عم اخترع القصص اختراع، عم بحكي واقع عشته وشفته وجربته. ولك يا بني آدم، معقولة كلب يعمل كل العمائل؟ البني آدم ما بيعملها؟ لا ومو بس هيك هاني بيك، في شي تاني؟ اي نعم يا سيدي، بوبي قبل ما يموت سلمني وصيته. شو سلمك؟ وصيته سلمني الوصية تبعه. اتق الله يا رجل وحاجتك تخريف بقى، العمل نصة. شو جنيت يا أبو جهاد؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ صدقني ما جنيت يا هاني بيك، لساتي بعقلي. شلون بعقلك لساتك شلون؟ معقولة كلب يوصي؟ إيه هذا اللي صار، كلب وصى. وشو وصاك بقى؟ تعمل له سبيل مي على روحه ولا تفتح له سوبر ماركت العظام؟ لا مو هيك وصيته،
وصاني بوبي اني ابني حديقة حيوان حتى يزوروها الاطفال ويتذكروا، لانه هو كان معشراني كتير، يعني صديق حميم للاطفال. ها وبدك ياني بجلالة ادري وارتفاع مركزي اعمل بوصية كلب واعطيك الموافقة على رخصة البناء؟ ايشو هالكلام اللي ما بيسمع يا ابو جهاد؟ قسما بالله لولا مكانتك وموقعك بالبلد كنت الغيت الزيارة فورا، مو ازدراء لشأنك واستخفافا بشخصك. إيه بس كمان مو معقولة تقعد تحكي شروي غروي وتضيع لي وقتي بقصص الكلاب. والله يا هاني بيك انت حر، بدك تعطيني الرخصة اعطيني، ما بدك تعطيني انا ما بقدر اجبرك بنوب، انت حر. ماشي على كل حال، من جملة ما وصى بوبي وصالك بشيك قيمته 200,000 دولار، بس انت حر يا اخي. بشو وصالي؟ ب200,000 دولار. الي انا؟ نعم. وبوبي ذكر اسمي بالوصية؟ ايه طبعا، ليش جاي زورك لكان؟ مشان سلمك الشيك، بس مو مشكلة، مو مشكلة هاني بيك، انا ما بقدر اغير قناعاتك ابدا. سلام عليكم. لا 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 لحظة لحظة يا ابو جهاد، لحظة الله يرضى عليك، تفضل تفضل ارتاح. لك ما استوعب منك انا، ما عم استوعب، بدي اياك تفهمني. هات لشوف، عدلي عدلي، تفضل تفضل ابو جهاد. يا هاني بيك انا ما بقدر اجبرك تاخذ الشيك، انت حر التصرف طبعا، بس مكتوب بالوصيه اذا لم يقبل هذا المدير بين قوسين هاني بيك المطيليس، اذا لم يقبل هذا المبلغ فارجو تقديمه لجمعيه خيريه. على كل حال فرصه طيبه هاني بيك، وانا سعيد جدا بالمعرفه. لحظه 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 يا ابو جهاد، عود عود لسه ما شفناك منيح، عود تفضل ارتاح. خير؟ في شيء هاني بيك؟ لا لا لا، هو بس بصراحة أنا عم فكر إنه الوصية لازم تحترم ولازم تنفذ حتى تطمئن روح صاحبها. شو قصدك هاني بيك؟ يعني أنا مضطر غصبا عني واحتراما لآداب الوصايا إني أقبل، ما في كلام. وأنا هيك عم أقول. أتفضل يا سيدي، وهي الشيك. شكرا يا ابو جهاد. انا ما دخلني، ما انا الا واسطه بينك وبين بوبي. يعني اذا كان بتجوز الرحمه عليك يا سيد بوبي وغفرانك يا ربي، فرحمه الله على سائر ما خلق. بعملتك عندي يا ابو جهاد. مع الموافقه الفوريه للضرورات الملحه. تفضل يا ابو جهاد. يا سيدي كتر خيرك، وانا اعترافا بتفهمك العميق وتعاونك رح ابدل اسم الحديقه من بوبي لاند لاسم تاني من بعد اذنك. ايه وشو رح تسميها يا سيدي؟ رح اسميها هاني لاند. يا سيدي قصه حلوه وجريئه. هو صحيح أنا بحسب حساب للرقابة كتير، بس هالمرة يا أستاذ هشام بدي أنشر هالقصص وعلى مسؤوليتي الخاصة، لأنه يا أخي أحياناً بالرقابة بزودوها شوي، وياما في أعمال اتحفظت عليها الرقابة ونشرتها أنا، وبعد نشرها أخذت من المسؤولين الكبار شهادات تقدير هالقد أدى وكتب ثناء. يعني عجبتك القصص أستاذ معاوية؟ أنا عجبتني طبعاً، الرأي للجمهور. انت عطيني هالمخطوطات كلياتها ورح باشر لك بالطباعة ان شاء الله. بالحقيقة انا عاجز عن الشكر. يا سيدي ان شاء الله تكون فاتحة خير. تشرب قهوة؟ اي والله جبتها. اطلب لنا لكان. يا ايمن. وهي الكتب صارت جاهزة استاذ هشام. الله يعطيك العافية. لو انك توصلهم استاذ على البيت. لا لا، رايح وزعهم على المكتبات فورا. استاذ بدك اي مساعده قل لي. لا لا سلامتك. الله يسلمك. سلم لي على الاستاذ وقول له بكره الصبح بنروح لعنده. ولا يهمك، مع السلامه يا استاذ. الله يسلمك. يسرى. الله معك.
الو، مرحبا استاذ معاويه. خير؟ ليش المطبعه مسكره؟ شو ليش؟ تاري سلطه الرقابه اقوى من كل السلطات.